جديد في جديد على شباب تي في. راجع يا وطن بترابك اتوضى، بترابك اتوضى، اللي يصبح بوجهك يا كبر حظه، اللي يصبح بوجهك يا كبر حظه. الباب الشرج انا مشتاق، ولو تدري ايش كثر مشتاق للنهضه، لو تدري ايش كثر مشتاق للنهضه. راجع يا وطن بترابك اتوضى، بترابك اتوضى. اقول للشاعر العراقي المبدع الاصيل كل عام وانت بالف خير استاذ خضير هادي، وان شاء الله سنه سعيده وحلوه عليك يا رب. استاذ خضير، شنو هي امنياتك الان بحلول هذه السنه الجديده؟ الى كل العراقيين مبروك علينا كن هذا العرس الكبير، وهو خروج امريكا هاي اللعينه من بلدنا العراق. بلدنا العراق يقول قادر انت تحمل فكر مثلي، انت تحمل فكر يا ابن آدم. أريد أسألك وهذا سؤالي سهل، لا بيكسر لا جبر، تراب العراق الحلو ينباس لو ينغدر، تراب العراق الحلو ينباس لو ينهان. هذا التراب الحلو دهسوه الأمريكان، يمت من هذا الرجس تتنظف التربان، والحمد لله هسه تنظفت التربان، خرج هذا الرجس من البلد من أرض العراق. فتحية، إذا أكو أمنية حقيقية، شنو ابنك ناجح في المدرسة؟ والله مبروك عليك، إن شاء الله ابنك ينجح بالعام الجديد. شو أسوي بالنجاح أنا؟ إذا ابني ناجح وأنا معتل، شو أسوي بالنجاح؟ شو أسوي بالولد الصالح أنا؟ شو أسوي بالعمارة هاي والدبابة تفوت من يمها الأمريكية ولا الجندي الأمريكي يسحق على هذا التراب الشريف الطاهر الكريم؟ وبلد مليان أولياء، بلد بيعربنا أبي طالب وبي الحسين وبي العباس قمر بني هاشم وبي نبي الله يونس وبي أبو حنيفة وبي كاظم وبي، فهاي قضية. فهاي أحسن وأحلى أمنية، أنه أنت تقدر تتمنى أنه أنت تكون سعيد، أنه أنت تكون فرحان، خروج أمريكا من العراق أحلى أمنية. أشكر ناجي الشمري لي هذا على مود أوصل، على مود أوصل يعني، على مود يوصل صوتي بقوة. تحية لهذا الأخ والصديق ناجي الشمري. أستاذ خضير، شو وقت راح نشوفك على الشباب تي في؟ لأن بصراحة مشتاقين نشوفك على هذه الشاشة الحلوة. الله يخليك، والله العظيم أكو إن شاء الله عمل جديد، الإنتاج لناجي الشمري والتصوير لناجي، يعني واحد يقول لك يا أبا تعال صور أو تعال سجل أو تعال نبث لك، شون تخسر هيك أخ وصديق وحبيب. فالإنتاج لناجي والتصوير لناجي والبث لناجي. شكرا لناجي الشمري، شكرا لكل من يساهم في دفع العمل العراقي للأمام. وناجي الحمد لله والشكر ما مقصر اتجاه كل الفنانين، وإن شاء الله أشوفون عمل جديد على تيفي الشباب وموت على تيفي الشباب وجمهورهم. شكرا لك استاذ، وكل عام وانت بالف خير، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتالق يا رب. الله يخليك، ومن خلالك الى كل جمهوري بتي في شباب تي في، والى كل العراقيين. واقول لك على فكره، في عمل نزل لي كلماتي والحان وغناء العندليب الاسمر، العندليب الاسمر حاتم العراقي، هذا العلم المطرب العراقي العراقي اللي هو عنوانه لا تقسموني. نريد نسمع شويه من عنده، نسمع شويه من عنده. حضنت اجدامكم لا ما عفتها، وجثثكم فوق صدراني حملتها، اذا انتم رضيتوا تقسموني كل صفحه تظل تبكي على اختها، مو كل صفحه تظل تبكي على اختها. عزائي انا منكم وانتم مني، وبيكم ما اظن يخيب ظني، ردتكم سيفي لي وعوني على دنياي، احباب سيوفكم شو قطع عني، احبابي سيوفكم شو قطع عني، تقطعوني وصل هذا جزائي.
أنا العراق تقطعوني وصل هذا جزائي. قل لي شلون تتقطع سمائي شامخ وابقى شامخ مدى الأيام. العراق أنا أبو العز والوفائي وكل الناس تخرج من ردائي. أنا سويتهم واغدروا بي كلهم. أنا سويتهم هذا العراق يقول مو خضير هذه أنا السوى لا حاتم. العراق يقول أنا سويتهم واغدروا بي وأنا كنت أغطيهم بدي. أنا كنت أغطيهم بدي. أنا سويتهم واغدروا بي وأنا كنت أغطيهم بدي. تحية لمن يحب العراق وتحية لكل كادر تيفي شباب وإن شاء الله أو شباب تيفي وكل جمهور بالعراق. من شوفوا قبل كنا نقول من فلان كذا وفلان كذا لا. تحية من مدينة الصدر إلى الكاظمية إلى العظمية إلى البصرة إلى العمارة إلى الناصرية إلى الثورة إلى الفلوجة وأبطال الفلوجة إلى الرمادي كل محافظات العراق محافظة محافظة. وتحية لكردستان الغالية بلدنا وعزيزة وبلدنا بلدنا. تحية لكل بلدنا وتحية للعراق واللي يحب العراق والما يحب العراق ما أريده اللي ما يحب العراق. اللي يريد يقطع العراق ما أريده. احنا نريد وحدة وقلتها قبل مثلك ما شفت بالمدن وحدة. يا بغداد انت احلى وحدة. ترى لهذا الوطن يراد وحدة وحدة ايد وحدة. ترى لهذا الوطن يراد وحدة والوحدة وحدها تحل قضية وما تخراس. وانا ابن العراقي عشت أستاذ. نتمنى لك النجاح والتألق وأنت رمز من رموز العراق وتبقى شامخ. شكرا لك. شكرا جزيلا لك.